المشكل ماشي في البيض، المشكل ماشي في البيض، المشكل عندنا في الاعلاف، هذا هو اللي كاين. يعني اما البيض يكون رومي ولا بلدي، عشان يعني البيض البلدي طبعا لا شيء ان الدجاج طبيعي، لان الدجاج كيهبش، رغم ان بعض الاطباء كيقولوا بان البيض البلدي يعني ربما يكون فيه بعض الامراض، وهذا كذب، لان من المستحيل هذا هو الدجاج خلق الله ينقي الارض، كياكل العقاريب والفئران واللي يعني الصراصير والجراد، كل شيء كياكلوا، الديدان، كل شيء كياكل الدجاج طبعا، لانه هو خلق الله ينقي الارض. علاش؟ لان عنده الحوصله ديالو، هذيك القنصه عنده فيها واحد الجلده صفراء، واحد الممبران، وهذيك الجلده صفراء يعني لا يمكن ان تترك اي حاجه سامه تنفذ الى اللحم او الى البيض، من المستحيل. هذه هو خلق الله هك، يعني هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دوني. ماشي واحد يتفضل ويقولنا بان البيض البلدي فيه خطر، ماشي، هذا كذب. يعني باش نوضحوا للناس ان البيض البلدي هو، وان الدجاج متعفين، وان الدجاج فيه جراثيم، وهذا ليس طب، انا اقول هذا ليس طب، هذا هراء وفلسفه. فالبيض الرومي التقنيات ديالو تختلف عن التقنيه، يعني هذا الدجاج كيكونوا في الكوارات، كيعطيوه اعلاف، يعني هذه الاعلاف طبعا كيتاثر بها اللحم والبيض، لان يعني احنا ملي كان قرينا علم اللحوم اول شابيتر، يعني اول فقره اللي قريناها هي تغذيه الحيوان، قبل ما ندوزوا اللحوم والبيض والحليب، تغذيه الحيوان. علاش؟ لان التغذيه كتاثر على الانتاج، على هذه المواد هذه، لان كتجي هي طبعا من التغذيه. فاذا كان العلف ديالو جيد ما فيش مشكل، غادي يستهلكوا الناس، وكتشوف ان الطبيب كان صاحب بيضه روميه في النهار، وما خص الاطفال يتعداو 5 ولا 6 في الاسبوع، هذا دليل على ان جمع البيض البلدي واخا ياكلوا 20 في النهار. الطفل ممكن الا عندك فلوس ممكن الطفل ياكل عشرات البيضات و15 بيضه بلديه في النهار، لا يمكن ان يكون عنده، بالعكس هو جيد، البيض البلدي مزيان للاطفال. ولكن بما ان هنا الناس حدوا الكميه بان كاين فيه حاجه، يعني ان لا يمكن ان يكون هذا بدون خطر، فالتقنيات الانتاج، نحن كنتكلموا على تقنيات الانتاج، ما كنتكلموش على الماده. ولذلك انا في النصائح ديالي ما كنطرقش الاشياء اللي فيها تقنيات حديثه، ماشي غير البيض، البيض ولا اللحوم ولا غيره ولا غيره، كل جميع المواد اللي عندها تقنيات حديثه ما كنتكلمش عليها هنايا، ولا حتى الفواكه اللي تنتج الان بتقنيات حديثه مثل الفريز الفراوله، ومثل البطيخ الاحمر، ومثل الاحشاء اللي دخلت لها منتوجات عبر لاغوت اللي كيصيب يعطيوها مع القطره، يعني دخلوا حتى عوامل النمو للنبات، يعني ولا عندنا عوامل النمو للنبات، يعني ولات بعض المرات حتى صباغه كتحقن الدلاح الاحمر باش يولي احمر، ولا اشياء. دابا يعني هذه التقنيات هي المشكل، في التقنيات ماشي يقول لك الدلاح ديال الزاكوره مزيان، عادي يكون ديال الزاكوره ولا يكون ديال الدكاله، عليا الا كان طبيعي راه طبيعي، حنا الدلاح ما كانش كيتسقى بعدا كنعرفوا، يعني كان في خميسات ولا في دكاله ولا في بركان ولا في سميتو، عادي الدلاح ما كانش كيتسقى، الدلاح ما كانش فيه اكثر من 2 كيلو، مخيره في الدلاحه كانت توزن 2 كيلو 2 كيلو ونص، الدلاح ولا فيه 27 كيلو 28 كيلو، طبعا كاينه شي حاجه تما. بما ان هذه الماده هذه حفزوها وداروا لها عوامل باش تعطي هذا الطوناج، هذا الانتاج، يعني فيها شيء ماشي هو هذاك، ماشي طبيعي، اشياء ماشي طبيعي، ما نقدروش نقولوا يعني خطر ولا فيه خطر ولا ماشي خطر، طبعا جميع الاشياء التي ليست طبيعيه هي فخطر، هذه معروفه دوليا ومعروف جميع الباحثين يعني كيتكلموا عن هذه الاشياء. ولكن ما ننساوش ان احنا عندنا ادبيات ديال تاكل الدلاح؟ لا ما كناكلوش، لا ما كناكلوش، ما كناكلوش الدلاح والبطيخ، ما كناكلوش، يعني الاشياء اللي عارف التقنيه ديالها ما كناكلوش، ما نقدرش نكذب على نفسي، ولكن هذا لا يعني على انني غنقول للناس ما تاكلوش، هذه ادبيات الخطاب وادبيات الصحافه، ان طبعا خصنا نخضعوا تاكلوا ناكلوا معك، خصنا نخضعوا الادبيات الصحافه كذلك، ما خصناش نضروا الناس، هذا هو هذا هو اللي كاين. رغم ان العام الفايت انا كنت متشدد في الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك، كنت متشدد في المصطلحات وفي الاشياء اللي كيستخدموها المغاربه، علاش؟ لان هي المختبر ديالهم، ان ما خصناش نقولوا بحال البلدي بحال الرومي، انا كانوا اطباء كيتكلموا على البيض وكيقولوا بحال البيض البلدي بحال البيض الرومي، هذا خطا كبير، وحنا تصدينا لهذه القضيه، يعني ما خصهمش يقولوا الناس بحال البيض البلدي بحال البيض الرومي، يعني ابدا البلدي بلدي، المغربي كيعرف البلدي وكيعرف الرومي، لا في الزيت ولا في البيض ولا في الدجاج ولا في، كيعرف البلدي والرومي ولا في اللوز ولا في اللوز، حتى اللوز دابا الناس لو عارفين اللوز الرومي اللوز البلدي، الرز ما خصهمش يستهلكوا نهائي، اللوز الرومي ما خصوش يستهلك كاع، وما خصوش يدخل المغرب كاع، يعني من الاحسن، لان غادي يجنبنا الامراض وغادي يجنبنا استيراد الادويه. نعم. فهنا هذا كما قلت لك، هذه الادبيات ديال الخطاب هما هادو هكا، يعني انه حنا بغينا، حنا في الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك كنركزوا على هذه المصطلحات باش يبقى البلدي بلدي، ويبقى الرومي الرومي، يبقى المستهلك المغربي يعرف البلدي ويفرق بين البلدي والرومي.